الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلم أخي المسلم أختي المسلمة أن من أعظم الأبواب التي يدخل منها الشيطان للإنسان أبواب كثيرة، يدخل من باب الوسوسة ويدخل من باب سوء الظن ويدخل من باب الخوف ويدخل من باب المال ويدخل من باب النصيحة ويدخل من باب التعصب ويدخل من باب الجدال ويدخل أيضا من باب الغضب. وسنقتصر هذه الجمعة على الغضب، وسنجعل حديثنا ينطلق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: أوصني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وهو يكررها 3 مرات: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. ومعلوم أن الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو الدرداء. جاء في حديث آخر أخرجه الإمام الطبري رحمه الله أن أبا الدرداء جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة. أي لا تنفذ غضبك ولا تتخذ أي قرار في حالة الغضب وفي حالة الثوران، لأن الغضبان يكون في حالة غير مستقرة، والغضب الذي يخرج بصاحبه عن حد الاعتدال يكون إنسانا غير طبيعيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضمن له الجنة، قال: لا تغضب ولك الجنة. تحدث علماء الشريعة عن هذا الحديث العظيم، فقد ذكر الإمام ابن التيني وابن حجر الهيثمي رحمه الله قال: هذا الحديث من بدائع الحكم ومن جوامع الكلم التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث جمع خير الدين وخير الدنيا، لأن نفي الغضب ومنع الغضب، لأن الغضب يؤدي بصاحبه إلى التقاطع ويؤدي بصاحبه إلى عدم الرفق واللين ويمنعه من الحكمة، وربما أدى بالغاضب إلى الانتقام من المغضوب عليه وإدايته بالقول أو بالفعل، سواء عن طريق التعريض أو عن طريق التصريح، إما بالكناية وإما بالصراحة. أيها الإخوة، المسلم كما قال الإمام الشيني فهو في هذه الدنيا يعيش بين لذة وألم. الإنسان في حال حياته يعيش بين لذة وألم، هذه اللذة سببها ثوران الغضب الذي سببه هو الأكل والشرب والجماع، والألم
سببه هو الغضب، والعاقل اللبيب هو الذي يجتنب الغضب، ليس الشديد بالسرعة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب، هو الذي يتبصر عواقب الأمور، هو الذي ينظر إلى ما تتمخض عنه نتائج الغضب. فكم من جرائم ارتكبت بسبب القتل، وكم من أسر طلقت بسبب الغضب، كم من عداوة نشبت بين الأخ وأخيه والجار وجريه والقريب وقريبه بسبب الغضب. ولذلك كان جماع الخير كله في أن لا يغضب الإنسان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قوة الإنسان في ثلاثة. الإنسان فيه ثلاث قوة: فيه القوة العقلية، وفيه القوة الشهوانية، وفيه القوة الغضبية. القوة الغضبية كمالها في الشجاعة، لا في الحماقة والسماجة، لا أن يتصرف الإنسان. ولذلك إذا أردت أن تعرف مستوى الإنسان الكامل المتكامل هو في حالة الغضب. والقوة الشهوانية، القوة الشهوانية كمالها فاش في الجود، في البذل، في العطاء، في الكرم. والقوة العقلية كمالها في النطق بالحكمة. سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله الإمام الزاهد الوارع، قالوا له: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. قال: حسن الخلق ألا تغضب. حسن الخلق هو ترك الغضب. معشر المؤمنين والمؤمنات، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الغضب؟ السبب الأول وهو العجب، أن يعجب المرء برأيه، بثقافته، أن يعجب المرء بماله، أن يعجب المرء بسياسته، أن يعجب المرء بمركزه الاجتماعي، فلا يحب أحدا أن يعارضه، ولذلك كل من عارضه غضب عليه غضبا أليما. من أسباب الغضب المزاح المذموم، ليس المزاح المحمود. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح زوجاته، وكان يمازح أصحابه، لكن في الحق. أما المزاح المذموم الذي فيه انتقاص وفيه خدش للكرامات، الإنسان كيتمازح مع صاحبه ولكن الهدف ديالو باش يطيحو قدام الناس، باش يعايرو، تيقول له: هيك نضحك معاك. ما كاينش هذا الشيء، شوما هذا كيتسمى المزاح المذموم. ثالثا المراء رائد الغضب، الجدال، إني أرى ما لا ترون، منهج فرعون. المراء والجدال والمناقشة البيزنطية، يتناقش معاك حتى كنوصلوا لواحد الدرجة مغلقة. لا يا أخي، الجدال إذا كان الهدف منه هو بيان وتبيان الحق، لكن مع الالتزام بالأخلاق والاحترام فبها ونعمة. لكنه إذا تجاوز هذا الحدود، نبداو نتناقشوا حتى نبداو نتعايروا ونتسبوا، لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت رد لمن ترك الجدال وإن كان حقا. حتى الرجل مع زوجته لما نوصل لواحد الدرجة مغلقة، طيب خير إن شاء الله، صافي نبدل، إن صافي. إذا الآن أصبحنا لا نتناقش من الناحية الموضوعية أو من الناحية العلمية أو محاولة تحرير عقدة النزاع، إنما نريد الآن إبراز العضلات، وهذا لا يؤدي إلى نتيجة.
من أسباب الغضب الغش والتدليس عندما ترى إنسانا يغشك في عمله يغشك في قوله فإن هذا معشر المؤمنين يدعو صاحبه إلى الغضب. إذن كذلك من أسباب الغضب يقول أبو حميد الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين قال بذاءة اللسان، اللسان اللي خايب، اللسان اللي كيسب، المرأة كتسب أختها المسلمة، الرجل كيسب الأخ ديالو المسلم، العياب، الفحاش، السباب، النمام، المغتاب الذي لا يسلم منه أحد. هذا من أسباب ديال الغضب. ولذلك وجب على المسلم أن يحفظ لسانه، لأن اللسان تعبان، إما أن يكون لك وإما أن يكون عليك أيها الإخوة. والمسلم في درجات الغضب هو على ثلاث درجات: إفراط وتفريط واعتدال. فأما الإفراط والتفريط فهذان مذمومان. الإنسان الله يستر كيف في حالة الغضب يضرب الزوجة، ربما يهز الموز، يحمل السلاح الأبيض، ربما يكسر أتات البيت، ربما كثير من الناس والعياذ بالله تعالى. إذن فالإفراط هذا يسمى الإفراط، أو ربما قد يسب الله ورسوله فيكفر، لأن من سب الله ورسوله فقد خلع رقبته من الإسلام، وهذا يسمى الكفر الطارئ، فهذا عليه أن يجدد إسلامه من جديد لأنه في حالة الغضب سب. أو الرجل يطلق زوجته في حالة الغضب. لذلك سنبين فقرة من الفقرات وهو الغضب بين الزوجين. ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. الواجب على المسلم أن يحسن التصرف مع المرأة، لأن المرأة تختلف عن الرجل في التكوين البيولوجي معشار المسلمين. المرأة كالطفل، المرأة تتعامل بالعاطفة وبالمشاعر، ولذلك عندما يحدث الخصام بين الزوجين عليهما أن يلتزما بالصمت. المرأة لا تقابل الزوجة ديالها بالرد، لا تغضب. علاش لا تغضب؟ أول ما كان غضبو أدفوكا، تبارك الله على أدفوكا، هو اللي غادي يحل لك المشكلة. عندك ستة ديال الولاد الحجة بغا تشتي العش ديالك، كتعرفي بأن المرأة اللي كتطلق وما كاين السبب، وهذا سنتحدث عنه في المحاضرة، المرأة كتشت الأسرة. صبري على ولادك، كتلقي الولاد كيعيشوا، هادشي ما غنعرفوش حنايا، العلماء اللي تيقولوا كيعيشوا الولاد بين أبوين مفرقين، كيعيشوا في العذاب الداخلي والعذاب النفسي. ولذلك أثبتت الدراسات الميدانية أن معظم من يتعاطى إلى الأخلاق الفاسدة وإلى الإجرام هم أبناء المطلقين، وهذا ليس على إطلاق أيها الإخوة. لذلك وجب على المرأة إذا غضب زوجها ألا تقابل غضبه بمثله، فعليها مونت ديخت، والراجل حتى هو مونت ديخت. هذا هو الموطن اللي خصنا نترزنوا فيه ونتعقلوا فيه. والمرأة ألا تصرخ في العمارة وألا تصيح ويسمعها الجيران، فعلى المرأة أو على الرجل أن يصمت وأن يسكت. وهنا أذكركم بكلمة أبي الدرداء قال لزوجته. شوف الناس كل ما كيتزوجوا كيتعلموا، حنا عندنا الراي بيز ما كاينش ديال الزواج، لذلك عندنا مشاكل. أبو الدرداء يقول لزوجته أم الدرداء، يقول لها إذا غضبت رضيتك. معليش كل قلقك جيب ليها شي حاجة، معليش أنا اللي خطأت حقك هكذا. أو قال لها إذا غضبت
رضيتني. وإذا غضبت، إلى غضبت أنت رضيتك. إذا لم يكن هذا بيننا فمستحيل أن تبقى العلاقة بيننا. أول ما كتغضب المرأة كتمشي لعند الأم ديالها أو كتمشي لعند الأب ديالها، المشاكل كتوقع، فهذا يغير صدور الأم، والواجب على الزوجان أن يتعقلا وأن يبقى يعني المشاكل محصورة. أيها الإخوة، أذكركم بما هي الآثار الناجمة عن الغضب. شنو هو الآثار الناجم عن الغضب؟ أولا الشلل النصفي، كثير من الناس يصابون بالشلل، مرض السكري، القولون العصبي. أنا لست طبيبا ولكن هذا كلام الأطباء، الناس اللي تحبلوا قال الناس اللي كيتصابوا بالزهايمر معظم اللي تكونوا مجهدين، الإنسان يتجهد في الأمور ديال الخير في الغضب المحمود. إذا انتهكت حرمات الله نغضب، إذا انتهكت المعتقدات نغضب، إذا انتهكت القيم والأخلاق نغضب. في حالة إذا الإنسان انتقص من حاجيته، هذا كيتسمى الغضب المحمود. أما الغضب المذموم فقد تحدثنا عنه أيها الإخوة. كذلك يصاب الإنسان بالعمي، ويصاب بفقدان حاسة الكلام بسبب هذا والعياذ بالله تعالى الغضب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. ومعلوم أن الذي يغضب ينظر إلى صورته حينما يغضب، فإن الغضب جمرة من جمرات الشيطان يلقيها في قلب ابن آدم فيغلي قلبه كما يغلي القدر. ولذلك ترى تنتفخ أوداجه وترتعش فرائسه، العروق ديالو كيتنفخو، اليدين كيترعدو، ربما قد يسقط إلى غير ذلك. ولذلك ينبغي للمسلمين أن يسكت غضبه بالكلمة الطيبة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا دائما كيف نعالج هذه الأمراض. ما هو علاج الغضب؟ المسلم دائما في حالة الغضب عليه أن يتذكر الآيات والنصوص الطافحة ببيان فضل الحلم وكتمان الغضب. قال الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الناس اللي كيتعاملوا مع الدوبل بيرسوناليتي واكثرهم هكذا الشكل، الانسان لا يتعامل مع القران. اذا قيل له اتق الله فهذا كلام الله، هذا امر الله، هذه اخلاق القران، اخذته العزه بالاثم. ولكن المسلم حينما يسمع كلام الله قالوا سمعنا واطعنا، فهؤلاء هم المرضيون والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسن. اسمع اختي المسلمه، راه السعاده ديالك شنو هي؟ انك تطوي الملفات القديمه، يموت دوسي القدام سلاوتن، ما نبقاش نفتح الدواسه القدام، نزيد للقدام. ايها الاخوه، 30 من اسباب السعاده هو نسيان الماضي، وان يقبل بعمل جديد. ايها الاخوه، الامر الاول، ثم ماذا يفعل الانسان في حاله الغضب؟ العلاج اللفظي. قال الله تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعادة واللجوء والالتصاق بجانبه سبحانه وتعالى. ثالثا، إذا كنت قائما فاجلس، وإذا كنت جالسا فاضطجع. إذا لم تنفع هذه الحالة فعليك أن تغير الحالة، إما بالخروج وإما بالوضوء. وعلى الإنسان أن يصبر
وأن يحتسب. أيها الإخوة، لا أريد أن أطيل على إخواني، فأحببت أن أقدم إليكم هذا المرض الذي دب إلى البيوتات وإلى المجتمعات وتسبب في كثير من المسائل. أيها الإخوة، إن شاء الله بعد صلاة الجمعة لا نريد أحدا منكم أن يغادر المسجد. ليس منا من لم يهتم بأمر المسلمين. إخوانكم سيتكلمون باللغة العربية وباللغة الهولندية، رجالا ونساء. الأمر الذي يهم المسلمين ما يتعلق بالمسجد، جزاكم الله خيرا، 5 دقائق لا أقل ولا أكثر. ثم بعدها إن شاء الله تعالى فيه أخت ستعلن إسلامها، وهذه إن شاء الله تعالى مسرة لنا. بعد ما ينتهي الإخوان ستعلن إسلامها إن شاء الله تعالى. فكذلك نرجو يعني أن نهنئ أختنا بالحضور، والحمد لله رب العالمين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا إلا غفرته، ولا عبا إلا سترته، ولا هم إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.